أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحياة حلوة. النهاردة معانا تيم من الشباب، هم من مشاهير السوشيال ميديا. هم عملوا فيديوهات جابت نسبة مشاهدة عالية جدا، حققت نسبة مشاهدة بالملايين. تعالوا معانا نتعرف عليهم. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بك، عاملة إيه؟ أهلا بحضرتك. عاملين إيه؟ الحمد لله. يا ريت بقى تعرفونا وتعرفوا الجماهير بنفسكم. نبدأ ب بالصف اليمين ليدس فيرست هيل. المونتاج بتاع الفيديوهات ديت مسؤول يعتبر عن اخراج الفيديو في التيم. محمد محمد رضا، لقب الاعلام المشاغب. بعمل فيديوهات ومقدم برنامج بقول لك ايه، كان عن الصحه والجمال، وتوك شو العاشره كان على قناه مصر الحياه، وجمعت التيم بقينا تيم. نهى الطاهر، اشتغلت صحافة شوية في الوفد اليوم السابع، واشتغلت مراسلة القاهرة والناس العاصمة. أيد عندك، أيد عندك. بعد كده انضمت للفريق بتاعهم، بنعمل فيديوهات لايت في الشارع، بنحاول نوصل منها هدف بس تكون حاجة خفيفة في نفس الوقت. منى مرزوق. لا صوتك. المايك. منى مرزوق، إعلامية، بصور فيديوهات برضو لايت، وبصور مع محمد لايت، وتابع جريدة البوابة والفجر والأمة وإيه تاني يا محمد، وبين مصر الحياة كنت معدة. طلع ورا محمد. محمد العارف كتير قوي والله أنا نسيتها. اتجمعتوا من إمتى بقى؟ بقالنا كتير، إحنا كده يعتبر موجودين بقالنا على السوشيال ميديا بقالنا سنتين، بس يعتبر اتجمعنا كده إحنا مع بعض ممكن بقالنا سنة. بقالكوا سنة. تمام، متخرجين بقالكوا قد ايه؟ كلكم خارجين اعلام؟ كلنا خارجين اعلام. ما عدا حمزة. شغال مدرب اصلا، شغال ترينر في جيم. ايه بقى اغرب المواقف اللي قابلتكم وانتوا في الشارع كده بتعملوا فيديوهات؟ مين اللي يبدأ؟ يعني قولنا كده اغرب موقف حصل. اغرب موقف كنا بنصور والحمد لله بفضل الله مش عايزه اكمل التصوير، وقف ودخلنا الاسم يعني خدونا. لا دايما موقف الاسم ده رقم واحد بتاعنا. هي وصلت للاسم كتير. طب مين بقى، تقولي بقى ايه رايكم في الارتباط؟ تنحت ليه؟ الارتباط احباط. الارتباط احباط. السجاله شغاله والكلام ده. انت سنجل كده مرتاحه يعني؟ هو مفيش حد فيكم اتكلمي عن المايك عشان خالص. لا هو مش سؤال يعني فينا لو حد. لا انا مش مرتبطه. مرتبط يتكلم. والله العظيم يعني انت كده معقدين يعني ولا ايه بالظبط؟ لا انا هقول لك بقى، هم ماشيين بمبدا هم لو ارتبطوا الفن هيبعد عنهم، هم كبنات فن ولاد بيتابعهم، لو ارتبطوا اكيد مفيش حد هيتابعهم، واحنا كولاد لو ارتبطنا مش هيبقى كده. مش كده، هم ماشيين بالمبدا ده. لسه ما جاش الفارس اللي هيخطفني على الحمار. لو انا هو بقى على فكره بتقعدوا تحلموا بجد، بتقعدوا تقولوا بقى عايزين فارس احلامنا ومواصفات معينه والكلام ده، وفي الاخر بتاخدوا شاب تاني مواصفات تانية خالص. انا نحط صفات لفارس احلامه والكلام ده؟ لا خالص. لو قابلتي الشخص المناسب وحصل نصيب خلاص. الشباب والله ابدا يعني لسه ما قابلتش الحد اللي يحس ان هو شبهي شويه، ولسه بكون نفسي شويه لسه. وانت يا محمد؟ سبب من الاسباب؟ حبيت زمان وهي كانت بتحب واحد تاني، وكنا احنا ثلاثه من بعدينا، الموضوع معقد يعني. حبيبتك خدها غيرك وانت بتضيع هوائك. حبيت واحده طلعت بتحب حد تاني. حب من طرف ثالث. طب دلوقتي بقى احنا عملنا منافسه ونزلنا على الصفحه بنقول ان في منافسه قويه ما بين الشباب والبنات، مين فيهم اللي بيعرف يطبخ اكتر احسن من التاني، هل الشباب وهل البنات؟ بس قبل ما نبدا المسابقه هنطلع ناخد فاصل ونرجع على طول. خلاص اعزائي المشاهدين هنروح ناخد فاصل ونرجع لكم على طول. مشاهدينا الكرام ورجعنا لكم من الفاصل، وهنبدا المنافسه، هنشوف مين اللي هيكسب، البنات ولا الشباب؟ احنا طبعا. على فكره ما تكسفوناش عشان خاطر اللي جانا على الصفحه لما نزلنا البوست قالوا ان الشباب هم اللي هيكسبوا. حد على فكره انا سوري انا تيم الشباب، انا مع الولاد قلبا وقالبا. بس كده؟ لا كده كده احنا كده وشاهد شاهد ومن تيجي تعرفي انضمي بقى. طب يلا بس، طب يلا نبدا نشوف. يلا بس بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي يلا نبدا بايه اصلا؟ هاتي الزيت. الزيت الاول. انت قطعي الفلفل. استني انا مش عارفه حاجه. ده سخن قوي. بصوا انتوا هتعملوا ايه؟
مش عارفه. انت من اول ماسكه السكينه دي انا اتاكدت. انا اتاكدت خلاص. المفروض احنا اللي نكسب طبعا لان الشغل مش مكانهم هنا يعني. احنا هنعمل ايه؟ رد احنا هنعمل ايه؟ انتوا اخر مره دخلتوا مطبخ امتى؟ اجاوب انا على السؤال ده؟ ردي والله لا تردي بصراحه، اخر مره دخلت امتى؟ بامان. اخر يعني بدخل اعمل كوبايه شاي، انا صريحه اهو. وفخوره بنفسي كده عادي. بس قابليني دي لو اتجوزت. طب يلا بقى عشان خاطر الوقت. طب انا عايزه امسك ده بحاجه، البتاع سخنت قوي. خدي مناديل. فين؟ كان في مناديل هنا راحت فين؟ مناديل اللي هتمنع. ماشي. انت ايه انجز؟ انا بشوف بس ايه؟ يعني انا بحاول ايه؟ والله يا سلام. مع السرعه؟ اه لازم طبعا، ما احنا عشان الوقت. طب على فكره في حاجه. ممكن خدوا هات لنا زيت. ايوه. خد يا جمال وحركاته وتكاته بقيت الشيف شيرفيني في نفسك. انا عايز حاجه بيعرف. هو انا قطعت الزيت على البوتاجاز عادي ولا ايه؟ يلا عشان كده انا رز دي تقطيعي. دي تقطيعي. قطع الفلفل ده ليه؟ مين اصلا يعمل كده؟ مين احنا اللي هنعمل كده؟ احنا نعمل سجق. طب الفلفل ده للسجق بس بالاسكندراني سجق. احنا نعمل سجق اسكندراني. طب الفلفل ده للسجق اللي بتقطعه طب بتساعدكم؟ لا عادي قطعي هم عايزين ايه ده والله. لا بجد والله العظيم ابدا. استنى بس عايز اذنك بعد اذنك. لا لا ايه ده ايه ده ما بتخش المطبخ. بص 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 هعلمك يا ابني مش كده. دي في حاجه دي ده بيتشال. ده اول حاجه ده لما دي بتدي بتتشال. يعني انت هتعلمنا؟ لا سيبنا انت بتساعدنا. طب خلي بالك والله محبطه نفسيا. يلا امسك واحد يقلب البصل واحد يقطع. ماشي لسه بس هو يلا اكلي كله مسلوق ما عملش انا حاجه. والزيت ماله خلص ليه؟ الله. بص انا هحط بقى ايه. قولي بقى انت يا حمزه مين في حياتك؟ لا مش مركز في الموضوع ده دلوقتي. مش مركز في الموضوع. مركز في مستقبلي الاول شويه. لسه عندي جيش بحاول اخلصه. يعني في كام خطوه كده في حياتي اخلصه من الاول وبعدين افكر في الموضوع ده. وانت محمد طبعا انت خايف تقول على عشان خاطر في بنات كتير عندك معجبين فخايف تضيع معجبينك صح؟ لا على فكره انا راجل قوي ما بخافش وبغسل المواعين بميه سخنه كمان يعني. ميه سخنه كمان بس الفكره يعني انا كده يعني. على فكره بوسي بتقول لي ايه قولوا انا عارفه كل استر عليا يا بوسي ربنا يكرمك. خليك انا عن نفسي مش لاقي الراجل اللي يستاهلني ليه. لسه مش لاقي راجل يستاهل ولا كلام بقى رضوى الشربيني عقدكم. بصي انا لا لا انا مع رضوى الشربيني في حاجات لما بتقول البنت خليكي شخصيه قويه مستقله انك ما تقبليش بالاهانه ده صح. بصي بصيت لك مش غلط. لا مش غلط يعني. لا محتاجين احنا تاني بيتها وجوزها وعيالها. لا طبعا الكلمه دي ضيعت ناس كتير قوي وانا بعمل الكبده دي والله العظيم. لا 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 بس استني بس انا عايزه اقول لك مش حكايه ان لا والله انا بهزر. اه القطه مش كده يعني ليكي شخصيه وكل حاجه بس يعني هي على فكره رضوى الشربيني وانا قلت ده قبل كده هي الست مش متحيزه ومحايده جدا مش عارفه ايه ده والله ما بهزر. جامده. لا 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 فعلا لا لا والله ست بيت شاطره ربنا معاك. انا النهارده اتاكدت ان ليه البنات ما بتتجوزش يعني نسبه العنوسه كتر. انا اتاكدت ان هو مش هيدخلني. انا اتاكدت. انت يا محمد ايه رايكم بقى الشباب رايهم ايه في كلام رضوى؟ طب اسلم. لا انا شايف ان اتصل تليفوني قبل ما رد. الو 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 ايوه ايوه اتفضل. صباح الخير. صباح النور. معاكم عمر ادم. انا حابب بس ارحب بالاستاذه نوع عصام والاعلامي المشاغب مشاغب محمد رضا وحمزه عطا. حبيبي ربنا يكرمك. بحب اقول لهم ان شاء الله اكيد حمزه عطا ومحمد رضا هو اللي هيكسب. لا ده انت حبيبي بقى. على فكره ده انت حبيبي. كله متحيز للشباب. ما اقول لك على حاجه يا محمد يا رضا انت دايما كسبان. انا جاي لك بسرعه. لا سنه بهارات مش دلوقتي. عاجبني جدا عاجبني جدا وبجد محمد على فكرة. محمد رضا يعني حاجه مشرفه جدا جدا جدا. هو اتفضل. هو الاستاذه نوع العطار. طب بالنسبه للاستاذه منى بالنسبه لمنى وبالنسبه لحمزه اه صح انت مسكني مش كده مقفل. خد لا لا منورين طبعا منورين كلكم حبايبي. ان شاء الله يخليك يا رب. تعالى كل معانا طيب الكارثه اللي احنا بنعملها دي.
انا مش عارف ايه. احنا هنشوف النهارده، انت هتشوفوا النهارده العجب، هيروح المستشفى. لا لا عيب عليكي، تعرفي عني كده. هو عايز انك كده تخلي من بره ومن جوه. لا انا ما بغشش حد. ما دي بقى غلطتكم، ان ست البيت الشاطره بتحط على الكبده ميه، او كنت تغلي حبه ميه على الاقل، كلها كنت تغلي حبه ميه وتخليها تفك. دي ست البيت الشاطره، ولا انت ايه رايك؟ احنا هنشوف، هنحكم في الاخر. وعلى فكره مش بس مين اللي هيكسب الاول، احنا كمان اهم حاجه الطعم. لا لسه دي اهم حاجه كتير. طب ينفع تستكتي بالحبه دول يا عم؟ والله لسه انا عارف. نرجع لاسئلتنا تاني للشباب، ايه رايكم في كلام رضوى؟ انا شايف ان حوار رضوى ان هي البرنامج بتاعها مبني غلط، يعني مبني ان هي دلوقتي بتخلي البنات تكره الشباب، وكل بنت عايزه تكون لوحدها. مش خلاص البنت قررت ان الراجل بقى ملوش لازمه في حياتها؟ ازاي اصلا في حياتها؟ ازاي اصلا واحنا الاثنين بنكمل بعض؟ ان الراجل ما يقدرش يستغنى عن الست، والست ما يقدرش يستغنى عن الراجل. هي عملت دلوقتي فجوه كبيره جدا، ان البنت خلاص عايزه تعيش حياتها، تعيش حياتها براحتها، تقدر تبعد عن الراجل، ما تستغناش عنه. ده اللي وصلنا ليه. يعني دلوقتي بقى معظم البنات دلوقتي منحازه لرضوى جدا بسببهم، ان انت دلوقتي اي بنت تيجي تكلميها بقت عايزه تعمل كل حاجه لنفسها، حتى في دماغها ان الراجل ملهوش اي لازمه في المجتمع. ده ازاي؟ ازاي اصلا واحنا الاثنين بنكمل بعض؟ فدي حاجه غلط، دي حاجه غلط. فاضلكوا 10 دقايق. ايوه بس رضوى الشربيني ما قالتش كده. رضوى الشربيني قالت ان هي اتخلت عليا حالات فرديه بتكلم فيها مع ستات ومع بنات بيعانوا، واحده خطيبها 7 بيقول لها اخدك كزوجه ثانيه، وواحده متجوزه جوزها بقى له 7 سنين بيعملها وحش. ان الست تبقى مطلقه، او هي مثلا ضد ان الراجل برضو حقوقه تضيع. يعني اتكلمت عن ولد قبل كده كان بيحب بنت ومرتبط بيها وبيحبها جدا، ورغم ان اهلها ممنعين هو برضو ماسك فيها ومش بيسيبها. قالت لها ما تسيبيهوش، وقالت له استقتل، قالت لها ده راجل ما تسيبيهوش. فحرام يعني الست بصراحه يعني محايده. ليه ناخدها انها هي ضد الاهانه؟ هي ضد الاهانه ايا كانت. لا بس معظم كلامها مش ضد الاهانه، معظم كلامها. بس هي لو جات لها رسائل وبتقول ان هي ان في زوجه مثلا جوزها بيضربها او جوزها بيتعطى، هي بتتكلم على نماذج سلبيه. هي بتتكلم على نماذج سلبيه. والله الكبده ايه اللي انتوا بتعملوه يا ابني؟ الكبده على فكره، الكبده الكبده مش عارفه. احنا نوريكي بقى الاكل. هم قربوا يخلصوا عشان انت نزلت الكبده من غير ما تخليها تفك اصلا. ما هي ما احنا جايبينها مخرجينها من بدري. لا لا دي غلطتك، دي غلطتك يا استاذ. حطها في ميه واحنا جايين نصور. ايوه كان حقيقتك الاول اصلا. الو الو سجق اسكندريه يا حبيبي. قطع لسه قطع بصل. ممكن توطي التلفزيون بس وتسمعنا من ال قطع بصل وزود زيت زود زيت زود زيت زود زيت. للاسف اتصالات قطع، حاولي تكلمينا تاني كده. السجق الليمبي يا حبيبي. يلا دلوقتي انتوا عملتوا بقى، حطيتوا البصل على الفلفل على ورقه وقلم مكتوبه ورايا. يا جمال يا جمال، قطعنا القوطه. اللي يعرف هعمل ايه؟ قطعنا القوطه والفلفل، الفلفل الاحمر كمان. يعني احنا بنعمل اي حاجه. يعني احنا دلوقتي بص، يعني مش عايزين نتكلم عن نفسنا دلوقتي. ايه؟ لا دلوقتي ايه؟ خلص كمل على بقيه. وبعديها حطينا ال الواد قرر انه اخد من عندنا. مفيش اثبات. اقول لبابا معانا كده قد ايه؟ لا لسه، لا لسه. يلا كملوا. طيب حطوا بقيه ال فين بقيه الحاجه؟ ده فوتو بيت. ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه كده؟ الجزء هيستوي وجزء لسه. لا ماشي، ما ده اسمه ايه؟ ما خلصتش الكرمونه. اسال مش شاطر في الطبيخ. يلا حط من كل التوابل. ما هو ده اللي قدامك. هو ما فيش كمون ولا ده كمون؟ بص فين ده كمون يعني ايه؟ بصي بصي على فكره الولاد خلصوا بسرعه اسرع. طب والله العظيم جامد شكل كده. الشكل على فكره التصويت هيطلع في صالح الشباب زي ما على فكره ان شاء الله ربنا هينسى. معانا اتصال تليفوني. الو الو معاكي هدى من القاهره. اهلا يا هدى. ايوه ازيك؟ عامله ايه؟ ازيك يا هدى؟ شباب ممتاز جدا، وانا فرحانه بالشباب قوي اللي مع حضرتك. بس المايك بتاعهم الصوت بعيد قوي، مش عارفين نسمعهم كويس. قربوا من المايك. البنات اللي الصوت بتاعهم بعيد. حمزه الصوت بعيد شويه. حمزه؟ ايه حمزه؟ دي والدتي. والدتك عايز تسمع صوتك يا حمزه. ما ينفعش كده. اساليها كده يا حضرتها، اقول لها طب دلوقتي ايه رايها في البنات اللي عملتوا كده؟ طب ايه رايك حضرتك في البنات يا طن؟ قول لها استني ما تقفلش. اه ما تقفلش، احنا عايزين نتكلم. ساعدينا. خد حط ده. حمزه ومحمد هم اللي عايزين. يا حلاوه يا حلاوه، ده المطلوب والله. انا بلم صوتي لصوتك.
استسلمتي يا منى؟ استسلمت كده خلاص للاسف. ده بدري وده متاخر يا حبيبي، بس سوي واحنا هنعرف نسوي مع بعض. انت كمل تقطيع. لا لا انت كمل. خلاص احنا كده خلصنا. خلاص انت عايزين قوطه تاني؟ بس خلاص ايه ده لسه ما استواش. لسه انت بتعمل ايه؟ بزود بس النار. زود النار، زود النار، كمل بقيه ال. ايوه انا لسه 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 هحط التوابل اصلا. ايه يا بنات؟ هو حد يكون دخل بوتاجاز؟ لا لا هو السبب البوتاجاز. مش عارفه احنا بنتلكك بندور على اي سبب. لا التلج، التلاجه. ايوه لسه نص لما نص استوى والنص التاني ما استواش. انا عندي كده حطيته الكبده بس مش هسيبني. تسيبني بقى هنا؟ تعالى هنا. انا مش هستسلم. لا سيبني بس. هو بيتحط عليه ليمون؟ اه بيتحط عليه. حط وهات لي، هات لي بقى الايه، هات لي حبه فلفل من هنا. حط حط التانيين، خد التانيين. اه قطع لي الاثنين دول بس. ايوه هات لي فلفل وهات لي البصل. خلاص ما تحطش بصل. كنت عايزه توم، مفيش توم. حط بقى، انت بتعملش توم. حط فلفل سودا علينا. انا ده اللي اتعلمته من امي، يعني كل شويه محمد قوم قلب الاكل على البوتاجاز. يا محمد قوم. ما انا بقلب زي ما ربنا يخليها لك. بس حط بقيه خلاص، بس الفلفل تاني وحاجات. فصين توم ولا فصين توم بس؟ انتوا دلوقتي يعني سبتوا كل اللي قدامكم يعني وجايين دلوقتي في حوار التوم اللي. هاتي هاتي ناخد الملح. هاتي هات لي بقى، هات لي هات لي بقى الفينو. هات لي بقى الفينو. على فكره على فكره مش الفينو. انتوا كده بجد بعد بعد الحلقه دي ابشروا. ما حدش هيكلم. احنا زي ما قلنا اللي هيخسر هيبقى ليه عقاب. ايوه على فكره طنط طنط مامتك يا حمزه بلغها ان انت كرش وان انا هتجوزك. ايه العقاب بقى؟ ان شاء الله. بعد اللي انا شفته ده ما تهيأليش. مفيش غيرك انت او محمد. فين محمد؟ اي حد بقى يستحمل؟ لا مفيش الكلام ده، سامحيني والله. هيبقى في عقاب، يعني اللي هيكسب هيحكم على التاني. ايوه ده اكيد، ده بنسبه مليون في المية. خلي الكمون. خد اهو هاتي. احنا كده كده ايه، بص الكمون كتير، الكمون حلو، الكمون كتير. اه ده فلفل اسود ده. يلا بقى طلع، احنا عايزين نطلع قبل. لا لسه. ايوه لسه ما استواش. لسه لسه. لا فلفل اسود، عايزين كمون. مفيش كمون؟ لا على فكره في كل حاجه عندك. مفيش كمون يعني انت سايبه كله عندك، شطه وعندك ليمون وكمون وكزبره وفلفل وسايبه كله وجايه في دي. يا والله لا لا لا. طب بصي كده، بصي طب بصي بس عشان تعرف بس شمين الريحه. طب البنات عايزين نعرف مواصفات الزوج. عايزين مواصفات ايه؟ انا على فكره عايزه اقول لكم بعد بعد اللي انتوا بعد اللي انتوا عملتوه ده، بعد اللي انتوا عملتوه ده ارضوا باي حد بصراحه. لا هم هم بعد اللي عملوه ده، بعد فعلا بعد اللي عملوه ده هم عايزين حد يجي يطبخ له يتجوز. مش عارفه تقلب الكبده اصلا. حد يجيب لي شغاله. انا قلت انا هو اتصل بيا. يا رب. ايوه انت بتحطي، حطي والله هي جت عليهم. حطي خلاص سيبه كده. الو الو اتفضل. الو اتفضل سامعينا. حمزه علي هنا شويه. اعلى حاجه 8. اعلى حاجه. وشاف منظر الكبده قفل تاني. دي ما ده مش منظر. نعتذر لاني ضغط الاتصالات شديد، معلش حاول اتصل بينا تاني. حطي كتير. بص انا اصلنا ايه، انا اصلنا ايه البنات. محمد اخد. انت حضرتك كام؟ المواصفات ايه؟ كلام معاك. هقول كلام مش حلو. مش حلو هقوله على السوشيال ميديا. هناخد حقنا. هتلاقي حبة ملح. ايه يا بنات مواصفات؟ بص لنا هنا كده قول لنا، بص لنا بس ايه رايك؟ ما انا هبص في الاخر. لا جميله. هو الشكل بجد يفتح النفس هنا بجد. هنا مفيش شكل، هنا مفيش شكل. بسم الله يتحسن اهو، بيتحسن اهو. استويت وحطي فلفل كتير عشان. حطي فلفل كتير. اه لا لسه ما استواش، اصبر. دي ما تتاكلش اصلا، انا هشوف شكلها هرميها. لا هتتاكل والله. ما تتاكل، ما تحلفش بالله، دي حلوه جدا. ده شطه، ده حط لنا شطه. ماشي حط لنا شطه بس مش مشكله على فكره. يعني حتى مش شامم ريحه حلوه حتى يعني. قلبني هنا. امال انا ليه شامه هنا؟ اه هو بقى اللي عايز ما يشوف. قرب برحكوا بقى، شوفوا انتوا حورين. الشباب هم اللي هيكسبوا على فكره. انا على فكره مش عايزه مواصفات وهي مش عايزه مواصفات غير ان راجل يستحمل الاكل اللي احنا هنعمله. هو مش الاكل اللي شغال. اه معانا اتصال تليفوني. الو الو الو. عليكم. عليكم السلام. حط بصل كتير وفلفل. الخط قطع معلش يا جماعه، في ضغط جامد في الاتصالات. يا ريت تتصلوا بينا تاني. قطع شويه طماطم عشان نغطي على احنا عاملينه. على احنا عاملينه هندفي. طب الشباب ايه مواصفات فتاة احلامكم؟ اهم حاجه في الزمن ده تعرف تطبخ؟ لا لا لا، اهم حاجه في الزمن ده ان هي تكون واحده محترمه يعني. وتعرف ربنا فين؟ اه حبيت حاجه تزعل جدا بامانه.
بالذات جيل الاندر ايدج زي ما بيقولوا اللي هو جيل 2000، فبجد حاجه تزعل اللي احنا شايفينه يعني. يعني احنا من اكتر برضو المواقف اللي بننزل في الشارع نشوفها لما بننزل نصور بنلاقي حاجات فعلا تزعل. يعني البنت تبقى بتقول لاها ان هي رايحه مثلا رايحه الدرس ولا حاجه، واحنا شايفينها ان هي احنا بننزل تصوير الساعه 12، يعني ده ميعاد مدرسه. يبقى حياه البنت في المدرسه، نشوفها لابسه لبس المدرسه وقاعده هناك على كوبري قصر النيل قاعده هي وشاب، فدي حاجه بتزعلنا جدا. حتى احنا بنشوفهم ايه ده، احنا كنا قدهم كده، كان اخرنا قوي، كان اخرنا قوي اقصى طموحاتنا كنا نروح نلعب بلاي ستيشن. بالنسبه للسؤال ده بقى، اقسم بالله ولا بلاي ستيشن ولا اي حاجه، حمزه او محمد لو ارتبطتوا هترضوا ان انتوا تخرجوا مع البنت اللي انتوا ارتبطتوا بيها او انتوا بتحبوها وكده؟ بس انت جبت ليه لا يعني مش ارتباط رسمي. لا ما هو يا ارتباط رسمي يا مش ارتباط، انا ممكن بس ايه حقيقي يعني قبل ما اروح اتقدم رسمي بس يعني اعرف بعض الحاجات عنها، ان انا اشوف في توافق ولا لا، بعد كده ابتدي رسمي. انما مثلا ان انا اكون لسه ما دخلتش خطبتها او كده اخرج معاها او كده لا. الزواج في الاسلام بيقوم على السمعه والسيره، انك تعرف سمعه الانسان وسيرته، لو كويسه خلاص توكل على الله. لو انت شوفها تستوي، ما عايزين نستوي ولا لا، وسمعته تمام واخلاقه الناس بتتكلم عنها كويس، سمعه وسيره تمام خلاص. فاضل لنا دقيقه، فاضل لنا دقيقه. لا انا خلاص، انا خلاص. مين اللي خلص؟ احنا خلصنا، احنا بس بندي كده اللمحه، بتدي التكه الاخيره. التكه الاخيره هي دي اللي فرقه معانا. بسم الله ما شاء الله علينا. نحط كده مش هنحط، هنحط كده عشان يتاكل من الحلقه. في معالق، معالق ثانيه احطه فيه. لا هنحطه بشكل. طب يلا عشان خلاص، عشان يسمع بسرعه. احنا خلصنا شكله. تعالى حمزه كده، عبي معايا، عبي معايا كده، عبي معايا. في معلقه اهي، عبي معايا، الحق عبي معايا يا حبيبي، الحق عبي معايا. لازم تفرغ كله. ماشي عبي، طب طلع ماشي حبه حلوين كده تسوقهم. ما تلاش اصلا مش ماشي، اديهم الحتتين دول. ماشي بص، انا عايزين بقى اللي هم الايه، الاعزاء المشاهدين هم بقى اللي يحكموا امانه يعني. طب ما شايفين ده الشكل طبعا. ماشي يلا ورونا، ورونا كده. طب استوى يعني طبق؟ طيب عايزين طبق. طب يلا الفينو بسرعه، طلع لي حمزه. ايه بقى يلا الفينو بسرعه. ماشي هات اهو طبق. احنا كده عايزين احنا ايه، احنا ندوقك. لا انا مش عايزه ادوق. خايفه صح؟ انا مش عايزه ادوق، انا عايزه اروح سليمه. لا لا طب اقفل ده كده، هفتح لك ده او انت اقفل هنا. على فكره يا جماعه الكرو بيقول لي الباسكت جامد، بس انا مش بصراحه يعني الاكل ريحته ما شاء الله يعني. اني اكل، اني اكل، اني اكل ايه؟ حددي. ايوه حددي. ما انا هحط شويه. انا شايفه ان البنات طب احنا مش عارفين نفتح الفينو اهو اهو. البنات على فكره اكلهم جميل. انا مش هكمل. هو انت من نوم؟ انا مش هكمل. انا ما اروح بامانه يعني اهو حد هنا. انا بشكركم بجد، للاسف وصلنا لنهايه حلقتنا. اعزائي المشاهدين وصلنا لنهايه حلقتنا. انا بشكر كل تيم فريق العمل والشباب اللي كسبت معانا، وبشكر بشكر تيم فريق العمل من اول المصورين لحد المخرجين، وبشكر المعده الجميله الشاطره بوسي محمود. انتظرونا الاسبوع القادم، اشوفكم على خير.